بالنسبه للثمن ديال الفواكه هو بطبيعه الحال كيعرف بين الاخذ والرد واحد شويه نظرا للاثمنه الموجوده في السوق ونظرا كذلك للمقارنه ما بين العرض والطلب. ومؤخرا كما كيعرف الجميع انه السوق شهد شيئا ما واحد الارتفاع طفيف في الاثمنه ديال جميع الانواع ديال السلع بما فيها الفاكهه نظرا للزياده في الاسعار لا من ناحيه يعني وسائل النقل او من ناحيه ديال البيع من عند اصحاب الجمله. اش غادي نقول لك هذا الارتفاع هذا جاء الى جينا نشوفوها مثلا من ناحيه شويه عقلانيه غنمشيو نشوفوا انه نظر انه ارتفاع ديال الاثمنه ديال الوقود والمجموعه من الاشياء عالميا وبالتالي كينعكس على الاقتصاد العالمي ماشي غير في المغرب. هذه من جهه. من جهه اخرى وانه تحنا مع الشعب وكننتظروا انهم ينخفض الثمن باش حنا نكونوا نخفضوا منه وكل حاجه ودير الثمن ديالها. حنا بطبيعه الحال هنا ملي كتجي كتحاول انك تلعب غير على المستوى ديال لا كونتيتي كتخلي داك الهامش ديال ربح ديال 2 دراهم 3 دراهم في كل كيلو باش مراعاه للمصلحه ديال المواطن. الاثمنه مناسبه اخويا كيف ما كتشوف البنان 160 ريال النافير 4 دراهم الرمان بدرهم ساله خيز 2 دراهم مطيشه 60 الخير والبركه ما شاء الله الخير والبركه. ما كاينش ارتفاع اخي في الاثمنه واخا كيكون ارتفاع حنا كنلعبوا على درهم رباح 2 دراهم كنعطيو للشعب ياكل ما شاء الله ولاد با علوان مرحبا في درب غلف خضره وديسير مرحبا بكم. والحركه شويه مقارنه مع شحال هذه راه ما مع مرجان وبيمات ولي سوبر ماركت الحركه شويه ولكن الحمد لله غادي مع الوقت اثمنة زوينة الناس زوينين. الرسالة احنا الرسالة ديالنا للدولة الرسالة للدولة توفر للشعب الرسالة للدولة اخنوش اخنوش اللي ضد دولة ليبرالية احنا دولة اسلامية اخويا اخنوش احنا ماشي ليبرالية نعم سيدي احنا مسلمين الله يرحم والدينا اخنوش والخضرة والديسير موجودين ومرحبا بكم في درب غلف. اخويا كنبيعوا الرمان وكنبيعوا الليمون والبنان والتفاح وكنطالبوا من الدولة من السوق اخويا الاسعار مرتفعة فهمتي الناس كيجيو يتغداو وكيقولوا لنا راه زايدين في السلعة وحنا ماشي حنا اللي زايدين فهمتي السوق هو مرتفع الليمون كنا كنجيبوه ب 2 دراهم دابا كنجيبوه ب 4 دراهم كتقول الناس 6 دراهم كيقولك لا بزاف خويا راه حنا ماشي اللي محكمين في اسعار كنتمنوا من الحكومة ديال اخ نوش ترفع علينا من الاسعار وباش انت حنا نعطيو للمواطن باش ياخذ السلعه الخاسه وكنتمنوا من الدوله دير لنا شي حل حيت الاسعار تزادت البطاطا تزادت الماندالي البنان كان ب 6 دراهم في المارشي دابا ولا ب 8 دراهم السلعه مابقاتش كتصدر لبرا يعني خليو لنا حنا وخليو البوفري ياكلوا فهمتي نخليونا حنا الا داروا لنا لا رخصوا لنا في المارشي داروا لنا 4 دراهم ونص ولا 4 ولا 8 ولا 5 دراهم غنديروا لنا 7 دراهم البنان غنديروا لهم 8 دراهم اما دابا البنان كيتراوح ما بين 10 دراهم حتى 12 درهم فهمتي وانت عارف ما بين ترونسبور وما بين هذوك اللي كنخلصوا في المارشي يعني ما كنلقاو واحد المشكل.